السلام عليكم إخواني وأخواتي المواطنين. قناة بحر المعلومات سوف تقدم لكم معلومات مختصرة تشرح لكم كل شيء مهم عن إعصار إرما. ابقوا في بحرنا ولا تقلقوا، فبحر معلوماتنا هادئ ليس فيه أعاصير. عندما نتكلم عن إعصار إرما نتكلم عن إعصار استوائي قوي للغاية، وهو الأقوى من ناحية الحد للرياح المستدامة في المحيط الأطلسي منذ إعصار ويلما عام 2005، وهو أول إعصار في التاريخ يحافظ على سرعته 300 كيلومتر في الساعة لأكثر من 49 ساعة. وتعتبر الأعاصير من الفئة الخامسة نادرة وقادرة على تدمير قرى وجزر كاملة في ساعات معدودة نتيجة الرياح الشديدة والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة. خلف إعصار إرما دمارا هائلا بجزيرتي سان مارتينيلي الفرنسية وسان مارتاني الفرنسية الهولندية في الكاريبي. وقد قدرت السلطات حجم الأضرار في الجزء الفرنسي من جزيرة سان مارتان ب 95% من مساحة هذه الجزيرة، ويعد هذا الإعصار أقوى ما شهده الأطلسي من عواصف. تسبب إعصار إرما في تدمير جزيرة باربودا بالكامل التي تقع في البحر الكاريبي، بحيث أصبحت الجزيرة غير صالحة للعيش. قدرت شركة التأمين الحكومية الفرنسية المتخصصة في الكوارث الطبيعية حجم الأضرار الناجمة عن إعصار إرما بنحو 1,200,000,000 يورو. ولم يترك الإعصار سقف بيت في شمال الإنتيل إلا واقتلعه. وقد أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولمب أن الإعصار خلف 9 قتلى ومئات المفقودين والمصابين. كما تعطلت شبكة الكهرباء وخدمات الإنترنت وشبكات الهواتف، إضافة إلى انقطاع المياه عن المناطق المنكوبة. كما أطاح الإعصار بحاويات السفن وتعطلت المطارات والمرافق. وأشارت مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية إلى أنه لا يوجد لهذا الإعصار مثيل في العالم منذ عصر الأقمار الصناعية. قال الصحفي ستيفن برودنت: كنا أمام ظاهرة غير مسبوقة، مضيفا أن كل ما لم يكن له الحد الأدنى من الصلابة لم يعد موجودا. المنازل مدمرة والمطار متوقف عن العمل، السيارات تطايرت ووصلت إلى المقابر، المراكب غارقة في الميناء. إنه بحق لكابوس. لا بد من التنويه بأن قناة بحر المعلومات تتكون منكم، أنتم ماؤها وأكسجينها، لذا أرجو منكم الاشتراك وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا اللايكات والكومنت. إعصار إرما يهدد التاريخ الأمريكي وقد يدمرها عن بكرة أبيها. إرما يدغدغ سواحل الولايات الأمريكية المتحدة بعنف متوحش، وقد تفقد قريبا هذه الولايات تماسكها فاقدة عددا من ولاياتها. هذا إذا صدق العلماء بتنبؤاتهم. ولأن السلطات الأمريكية طيبة القلب جدا وتحب مواطنيها كما هي حكوماتنا، فقد أجلت حوالي 1,000,000 شخص في ولاية فلوريدا فقط التي تقع في مسار إعصار إرما. ولأن هذا الإعصار اختار ضرب ولاية فلوريدا الأمريكية أولا، فقد غادر السكان بأعداد هائلة خوفا من رهبة هذا الإعصار. ويحاول من بقي من سكان فلوريدا الشجعان والذين يعرفون رياضة السباحة أو من لديهم قوارب مطاطية وقوارب شراعية لأجل النجاة تدعيم منازلهم ومتاجرهم بالألواح الخشبية تحسبا للدمار الذي يمكن أن يحدثه الإعصار. إعصار إرما سيكون من أقوى الأعاصير في تاريخ الأرض، ودعا محافظ فلوريدا ريك سكوت السكان لإخلاء منازلهم في أقرب وقت ممكن إذا ما طلب منهم القيام بذلك، محذرا من أن طلائع فرقة الإغاثة لن تستطيع تقديم المساعدة بمجرد أن يجتاح الإعصار المنطقة. وقال سكوت للأخوة المواطنين الفلوريديين: إذا ما تم إخباركم بالإخلاء فأخلوا،
واخرجوا سريعا، لا تعرضوا أنفسكم وحياة أسركم للخطر. وأضاف العمدة صاحب القلب الرؤوف: هذه عاصفة كارثية لم تشهدها ولاياتنا أبدا من قبل. نستطيع إعمار بلادكم، لكننا لا نستطيع إعادة الحياة إليكم. أتمنى أن لا تكون وعود سكوت كوعود المسؤولين للمواطنين في بلادنا. تستعد الولايات المتحدة وحكوماتها للتعامل مع الكارثة بما فيها من طاقة عبر توفير مخيمات في أنحاء فلوريدا ونشر قوات الحرس الوطني في جميع أنحاء الولاية. ووفقا للأمم المتحدة فإن 37 مليون شخص قد يتضررون جراء هذه الكارثة الطبيعية. كيف تتشكل الأعاصير عندما تسخن المياه السطحية للمحيطات الاستوائية إلى درجة حرارة تتراوح بين 27 و30 درجة مئوية؟ هذه الدرجات الحرارية تعمل على تسخين طبقة الهواء الملاصقة لها، ونتيجة لتسخينها ينخفض ضغط الهواء فيتمدد الهواء السطحي ويرتفع إلى طبقات أعلى ويكون منطقة ضغط منخفضة تنجذب إليها الرياح من مناطق الضغط المرتفع المحيطة، ويرتفع هذا البخار الخفيف إلى أعلى وسط الهواء البارد فتحمله الرياح التي تندفع بسرعات بطيئة جدا وترفعه إلى أعلى في عمليات تسمى الركام، أي عملية تراكم بخار الماء في الطبقات الباردة. وبمجرد توقف عمليات الركم يبدأ المطر في الهطول في المكان الذي وصلته الرياح، ولا توجد أجهزة قادرة على توقع اتجاه الإعصار إلا قبل حدوثه بساعات قليلة، والتوقع يكون بشكل نسبي وغير دقيق. أحباء المواطنين الذين وصلتم بقواربكم إلى بحرنا، أدعوكم مجددا إلى الاشتراك بقناتنا وتفعيل الجرس والتحاور معنا عبر اللايكات والكومنتات. شكرا جزيلا.